اليوم كان افتتاح أسبوع التراث اللبناني. هذا البلد الذي له كثير من المعاني السامية في قلوب الإماراتيين وقلوب العرب. في هذا الأسبوع هناك الكثير من الفعاليات والمعارض في مجال الحرف التقليدية وفي مجال الفنون التشكيلية والفنون الحديثة، وأيضا هناك عروض جميلة في الفنون الأدائية. أعتقد هناك كثير من المشتركات بين التراث اللبناني والتراث الإماراتي من ناحية الضيافة والقهوة، وقد تختلف الأشكال ولكن المعنى واحد. هناك أيضا في مجال بعض الصناعات العطرية وفي مجال أيضا النحت على الخشب وغيره، هناك يعني أشياء كثيرة قد نجدها مشتركة بين الإمارات ولبنان، وكما هي المشتركات بين العرب جميعا. الإقبال في الحقيقة يعني لا يمكن أن نقيسه الآن، يعني تم اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحفاظ على الناس وسلامتهم وأيضا لاستمتاعهم بهذا الأسبوع، ويعني الوضع أعتقد رهين بما سيأتي كل يوم من أخبار جديدة، ولكن أعتقد المكان واسع ومكشوف بإمكان الناس الاستمتاع به مع الاحتفاظ بالسلامة إن شاء الله. بالنسبة لعدد الدخول هناك عدد مقنن لكل فترة، إذا اكتمل العدد داخل المنطقة المقام فيها الأسبوع فيمنع الناس من الدخول. هناك أيضا المطهرات والكمامات موجودة للجميع، حتى لو واحد نسى شيء كمامته أو غيره فهذا كله موجود في المدخل. وهناك يعني لدينا وحدة من وحدات السلامة موجودة في المعهد، أفرادها موجودين هنا للاطمئنان على الأحوال العامة.